طيب خلينا نرجع تاني لفكرة تعلم اللغة الصينية. ممكن حد يقول ليه يعني لغة المستقبل؟ ايه أهمية ان انا اتعلم اللغة الصينية او اعلمها لولادي؟ أهمية اللغة الصينية من أهمية الصين. يعني أهمية الصين دلوقتي اقتصاديا مش محتاجة حد يتكلم عنها. الصين بقت أكبر قوة اقتصادية على مستوى العالم، قوة اقتصادية حقيقية، يعني فيها نظام تصنيع قوي، فيها نظام اقتصادي قوي، فيها نظام اجتماعي قوي، فهي مش قوة اقتصادية طفرة وطلعت. هي عملت من وقت الانفتاح والاقتصاد في السبعينيات، بدأت بنظام اقتصادي قوي قدر يحقق نجاحات بعد فترة طويلة من الزمن. الفترة دي هي في عمر الدول مش طويلة، صحيح. لكن في عمر الإنسان هي طويلة. 30-40 سنة في عمر جيل هي فترة، لكن هي قدرت إن هي تبقى موجودة من لا شيء، قدرت تعمل شيء وشيء قوي العالم كله بيتكلم عنه. قوة سياسية لا يستهان بها خالص دلوقتي، وإحنا شايفين الأحداث السياسية على الساحة الدولية دلوقتي عاملة إزاي. فتدخل الصين في مواقف كتير جدا بيكون لي ثقل طبعا. بيعمل عامل زي فرملة كده لحاجات كتير. العالم محتاج يكون في عدة أقطاب مش قطب واحد. فطبعا الصين بلا شك وبلا منازع هي يعني القوة العظمى الجديدة، أو على النظام الجديد هي إحدى القوى العظمى الجديدة في العالم الجديد. ما فيش شك طبعا، لغة من أهم اللغات، وزي ما حضرتك ذكرت انه في مصانع وشركات كتيره جدا صينيه موجوده في مصر، فدي فرصه للشباب اللي بيدرسوا هذه اللغه ان هم يشتغلوا فيها، او حتى بالنسبه كمان للسياحه الثقافيه الصينيه. احنا عندنا نسبه كبيره جدا من السياح بيجوا من الصين للاطلاع ولمعرفه الثقافه والحضاره المصريه، بالاضافه طبعا الى انها دوله من الدول العظمى كاقتصاد قوي يعني في العالم كله، ففيها فرص عمل كمان كبيره جدا بالنسبه للشباب، فعشان كده هي لغه غايه في الاهميه.